نحتفل اليوم بهذه التظاهرة اللي هي تهدف إلى تعزيز دور المرأة في قطاع التكنولوجيا، وأيضا التطرق لأفضل والممارسات اللي خاصة في هذا تطوير هذا الدور. اليوم المواضيع اللي نناقشها في هذا المؤتمر تخص قطاعات حيوية مثل قطاعات الصناعات المتقدمة وقطاعات الاستدامة، بالإضافة إلى قطاعات القيادة. اليوم المشاركات تأتي من جميع دول الشرق الأوسط، وأيضا من مؤسسات خاصة وأيضا حكومية وأيضا قطاعات وشركات خاصة بالتكنولوجيا. اليوم هاي المشاركة الثالثة لي في هذا الملتقى اللي يعنى بالمرأة والتكنولوجيا، وأنا جدا سعيدة أني أسلط الضوء على الجانب الطبي الصحي اللي يعنى بتمكين المرأة في التكنولوجيا، سواء من إتاحة فرص العمل أو حتى من الابتكار في الأمور اللي تعنى بصحة المرأة، وخاصة لما نتكلم بمعرفتنا الأوضح من بعد كورونا لتأثير الأصول الجينية على أي تدخل علاجي. اليوم في جائزة الارت في التكنولوجي في منتدى المرأة في التكنولوجيا حظيت بفرصة اني انا اكون ضمن النساء اللي اخذوا الجائزة، وهاي شهادة اعترف بيها واعتز بيها.